انا بعتبر ده انجاز كبير جدا. طب احنا معنا على الهاتف انجاز. استاذ محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم والف مبروك. مساء النور يا محمد، ازيك؟ الله يبارك فيك. يعني بتحيات وتحيات كابتن ايهاب الالفي وطبعا بطلات كره السله سيدات في النادي الاهلي، لكن موسم استثنائي، دعم كبير جدا مجلس اداره النادي الاهلي، وفي الاخير ما شاء الله تسيد بكل البطولات. لا الحمد لله. طبعا انا في البدايه بحب اوجه التحيه للكابتن ايهاب والمشيره والجنه وهاله. الحقيقه فريق السله سيدات الاهلي فريق مميز جدا، حقق الحمد لله نجاحات كبيره قوي السنه دي. كل البطولات يمكن اللي شاركوا فيها الحمد لله كان فيها تفوق كبير ونجاحات. الفريق الحمد لله كمان عنده اصرار الاهلي وروح الاهلي دايما، يمكن في مناسبات كتير ومباريات كتير كانوا بيخلصوا في اخر دقيقه او اخر ثانيه، فده يمكن تميز من الفريق ده. واحنا طبعا كل الدعم اكيد ليه من مجلس اداره النادي الاهلي. دكتور محمد، كنت متوقع هذا الكم من البطولات؟ يعني الاربع بطولات ما شاء الله اللي بيخشوها يكسبوها؟ والله لا، هو الحقيقه الفريق ماشي يمكن بخطه ثابته من السنه اللي فاتت كمان، وماشيين بشكل كويس. وفي الحمد لله تطور كده في ادائهم من وقت للتاني. والحقيقه لا، يعني كنا شيء متوقع بالنسبه لنا ان هم يحققوا البطولات دي. ما كانتش مفاجاه، لان انت لما بتتابعهم او بتشوف مبارياتهم بتلاقي غير المستوى الفني والمستوى البدني اللي ثابت وبيبقى في ازدياد، في تركيز وفي اصرار وفي روح النادي الاهلي موجوده في الفريق بشكل قوي جدا. وده الحمد لله اللي كان بيحسن. يعني انا يمكن حضرت لهم مباراه نهائي كاس مصر مع سبورتنج، مباراه كانت صعبه جدا، كانت معظم فترات المباراه كان سبورتنج هو اللي سابقنا، بس هم فعلا لحد اخر ثانيه بيلعبوا روح النادي الاهلي، وده اللي حسم اللقاء يمكن في الاخر. وبرضه في نفس الوقت يعني الموسم صعب، لان احنا بنلعب من غير جماهيرنا وبنلعب بره، فدي برضه ظروف يعني مش سهل على اي حد يحقق النجاحات دي، فده شيء يحسب ليهم طبعا. بالنسبه لك يا دكتور محمد، وجود جماهير النادي الاهلي بيصنع الفارق يعني؟ طبعا طبعا، رقم واحد. وفي كل الالعاب يعني مش في الكوره بس، احنا في كل الالعاب بنحتاج جماهير النادي الاهلي. هم بيأثروا بصراحه في الحضور دايما لما بيبقى فيه يعني امكانيه ان هم يحضروا، وده اللي بنتمناه يعني في الصاله الكبيره، ان هم هيفرقوا جدا مع النادي الاهلي، خصوصا بقى ان الفريق السله مثلا على سبيل المثال بيلعب على بطوله عربيه قويه، بطوله افريقيه قويه، نعم اكيد الجماهير هتبقى عامل حاسم فيها. يعني اتمنى وجودهم باذن الله معانا قريب باذن الله. بس برضو الجمهور النادي الاهلي صراحه حاسين دعم مجلس اداره النادي الاهلي، وجود حضرتك في المباراه النهائيه لكاس مصر وايضا بعض المباريات الاخرى بيدي دعم، والفرقه حاسه ان مجلس الاداره في ظهرهم. والله محمد ربنا احتمل قوي، يوم كان كابتن الخطيب حاطط يعني تركيز قوي مش بس مع الكوره، مع كل الالعاب النادي الاهلي، ان احنا نبقى في يعني نديلهم الدعم يكون في ظهرهم لحد ما ان شاء الله يحققوا النجاحات اللي احنا يعني بنتوقعها منهم. والحقيقه فريق الباسكت لا يعني ما خذلش ولا جماهير النادي ولا مجلس اداره النادي، كان على اعلى مستوى وحقق الحمد لله 100% من النجاح، وده دورنا. يعني احنا اقل حاجه ان احنا نكون موجودين حتى معاه معنويا، يعني دي حاجه اقل حاجه تستحق ابو جامد يعني ويستحقوا الصراحه التتويج. كابتن ايهاب الالفي بقى عايز يتكلم حضرتك يا فندم. طبعا انا يعني بصراحه هو أقول الدكتور محمد سراج ولا باشمهندس محمد سراج، ما شاء الله عليه، هو ألقابه كتير ما شاء الله، هو قريب مننا جدا، وحتى هو خارج المجلس هو متابع وقريب. أنا بشكره إن هو يعني حتى هو بره المجلس هو مهتم ومتابع، وفعلا هو أهلاوي بجد. حتى النخاع مش عشان هو عضو مجلس إدارة، في كل بطولة كان بيهني بيكلمني ويهني البنات كل يعني قبل الماتشات الفاصله او الحاسمه، وبعد البطوله لو ما كانش يقدر يكون موجود ففعلا بيكلمنا. انا بحييه وبشكره، ده دعم طبعا من كل المجلس. انا هو بيمثل المجلس، اي حد من اعضاء المجلس هو بيجي بيمثل المجلس بالنسبه لنا، لكن باشمهندس محمد يعني من الناس القريبين لينا فعلا في الباسكت وقريب من قلبنا، فانا بشكره ان هو على طول متابع ومتواجد، ويا رب دايما ان شاء الله كل بطوله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن ايهاب، وده اقل حاجه حقيقه احنا نقدر نعملها، واحنا كلنا بنتابع ان شاء الله في الفريق، وبنتمنى لكم يعني يا رب المزيد من النجاح والتوفيق والبطولات القادمه.
انتوا مقبلين على بطولات مش سهله، بس برضه الفريق بتاعنا الحمد لله مش فريق سهل، فريق قوي وفريق صعب. فان شاء الله زي ما حققتوا النجاحات دي السنه دي هنأمل ان شاء الله تحققوا اكتر من كده يا رب باذن الله في الفتره الجايه. واستمروا في دعمهم كده دايما يا دكتور محمد، وبرضه بحيي حضرتك وكل مجلس الاداره الصراحه المنظر اللي احنا شفناه في ماتش تكريم حسام غالي امام اياكس، وكل التوفيق ان شاء الله للكابتن حسام البدري والنادي الاهلي في اللقاء القادم امام كامبالا سيتي. شكرا لك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد سراد مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان حريص صراحه انه يخش معانا مداخله عشان يهني البطلات. كابتن هاله، السنه دي موسم بالنسبه لك برضو